محمد قال لهم ينم فجيهم يلا محمد ما خدش عليهم احمد مش بهزر احمد مش بهزر احمد ارجع ورا خالص يلا نم احمد حسن يا ريت مش بهزر والله مش بيهزر محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبتدي الفيديو ده ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده ل 200 الف لايك عشان اللي هيحصل النهارده شيء خطير. انت بتعمل ايه يا ابني؟ يا ابني اصبر يا ابني بتعمل ايه؟ استنى يا عم بقول لك ايه. بص يا جماعه نمره يعمل حاجه ما تقولهاش. قول قول لا خليها مفاجاه خليها مفاجاه. لا لا مش مفاجاه مش مفاجاه. بص يا جماعه احنا عاملين النهارده ثلاث تحديات في بعض تمام. اول تحدي انا واكرامي اتحدينا النمر ان هو هيعمل ايه. هيطلع فوق وريهم كده فوق هيطلع فوق وينط من فوق على البسين. اول حاجه بس عشان بس الناس اللي مستهونه بالشكل ممكن تكون بسيطه. اول حاجه المسافه من دي باينه 3 متر 3 متر غير كده بقى ايه سيبك من فوق دي مش فارقه معايا. هنا من هنا لحد هنا دي 3 متر يعني المفروض ان انا هطير ومش دي مشكله. المفروض ان انزل في نص البسين عشان هنا في سلم. ده سلم يعني انا عايز اتخيل. بص يا نمر الكوره في نص البسين المفروض تنزل عندها. المفروض ان انا هنزل عند الكوره يعني المفروض ان انا مش عارف اعمل ايه. انا هطير من الشباك لحد هنا. هي دي ازاي تتعمل؟ انا ما اعرفش. بقول لك ما تغير البتاع ده بتاع. لا 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 خلاص اقول لك النجيله. فكك يا ريس فكك غير ايه؟ والله العظيم لا يطير. على راي امبلانس هو سوبر مان احسن منه. التحدي نعمل ايه يا كرام؟ التحدي بتاع نمر ولا بتاعنا؟ هو نمر. نمر هينط على ارتفاع بالظبط 3 متر في مسافه 3 متر. لو دخل الجيش هيبقى راجل. امال دي بدي ما انت دخلت الجيش يا اكرام مش راجل يا باشا في ايه؟ جاهزين يا باشا؟ يلا يا باشا ظبط كاميراتك ظبط حاجتك اجهز نمر بس حته كده تمثيليه. خلي بالك اما ساعه جدا. بصوا يا جماعه بصوا شدوا فاهمين كده ده الشباك اللي فوق اهو اللي نمر هينط من عليه ودي المسافه بين الارميد ده يعتبر وبين البول. بصوا قد ايه. يلا يا استاذ نمر اطلع على المكتب فوق انتوني. بص دلوقتي هنطلع انا ونمر تمام هصور انا بالكاميرا الثانيه. ماشي نمر جاهز؟ هنطلع دلوقتي ومن ورا طبعا انتوني تمام. ده بسرعه بيطلع في السريع بسرعه واحده بجد. نمر يلا نمر انجز يا نمر انجز يا نمر. اوعى تقول له اوعى تقول له اوعى تقول له يا نمر. ها ما صورها لك بموبايلي وماشي هات مالي اطلع يا احمد مش في الدرع. بصوا يا جماعه دلوقتي حالا مرحله نمر احمد حسن. التحدي ده من الاخر انا اقسم بالله لو هيدفعوا لي ايه ما هعملها. فنمر بقى ايه خدته الشجاعه والمروءه والرجوله ان هو هيقدر ينط. فالاعمار بيد الله. حتى لو مات هنعمل فيديوهات على حسه. هنقعد مره البقاء لله مره الدوام لله مره نحكي القصه زي نط. فهنشتغل عادي يا حبيبي. ده ارميد ده ارميد بلاستيك. بص لا تعالى كده شويه انت كده هتنط. امبلانس مش عايزين ياخد باله. ايوه جاهز يلا دلوقتي يا جماعه التحدي بتاع نمر. تعرف تنط بس في السنتر اكس المسافه دي. ايه هتيجي؟ لا انا مش صعب صعب هتيجي. انا مش عارف اجري عليه. يلا نمر هتيجي هتنط والله هتيجي هتيجي. يلا ثانيه واحده حضرتك ده هنا يعني هتنزل رش كده في دماغك. مش ده مش هيحصل له حاجه. لا ده قصير لا هينزل بدماغه هنا صغيره فوق بقول لك. طب بص نمر. لا خلاص خلاص لو انت هتجري. لا خلاص في النص من ورا نمر ياض. في ايه نمر ياض يا نمر هيجي يتلم علينا. ثواني نمر ياض في ايه؟ ثواني نمر بجد نط هنا عشان ده اعلى حاجه. اولا ما تقدرش في جريمة قتل هتحصل. ايه لا اتفضل يا توني. كراتي امانه في الاكل مش عارف اعمل ايه. هينتحر. تحدي احمد اوعك هينط والله. تحدي لا ما فيهاش خلاص. هاتك وكل حاجه بتعملها اوعك ما تنسى. يلا يلا نط بقى. محمد قال لهم ينم فجيهم يلا. احمد ما خدش عليهم. احمد مش بهزر احمد مش بهزر احمد ارجع ورا خالص. يلا نمر احمد حسن يا ريت ما تخافش والله مش بيهزر. محمد يلا محمد ورا احمد ايه لحظه. بص يا جماعه من الاخر كده النمر خاف ينط من فوق تمام اهو خاف ينط من فوق فنزل ينط بالعجله. فتعالوا نشوف بقى ايه اللي هيحصل. يلا يا باشا
بتصور؟ يلا يلا ده دي اخطر من بتاعت اللي فوق والله اخطر من اللي فوق ايه؟ يلا بالعجله سيبه واحد واحد بقى والله العظيم اللي فوق يا تسهل ولد يلا ارجع ورا شويه ارجع كمان ورا جاهز يا نيم جاهز اهو هو لا هو هنا هو من هنا هو من هنا امكم ماشي على التروفيه نط هناك ها اعمل ايه هتجري بالعجله وتنزل هناك يلا يا ابني هناك يا ابني يلا 3 2 1 اجري يلا ايوه ده ايه ده ان شاء الله استنى عيدها تاني ثانيه واحده ثانيه واحده يا عم والله بيهرج يا اكرامي اول حاجه هتنزل بس انا فرقت دي يا نقطه تاني نقطه هتقع على راسك في الميه ربنا يستر بقى ساعتها اسمع كلامي يلا ارجع تاني هنا كده ثاني واقف على العجله سايق وانت واقف ما كده كده هتنيم اقع هسوق ايه في الميه يا حبيبي اخلص بقى لا وانت نازل عشان ما تخبطش في البتاع دي اعمل ايه بقى خليك يعني بدل وانت واقف ما تعرفش تعمل كده ابدل صدق صح ممكن يبقى ده عم كلابي يا عم يلا يا عم نط وانت مش قاعد وانت واقف سيبه يعمل اللي هو عايزه يا سيام بقول لك يلا يلا بسرعه يا ترى متخلفين اقسم بالله متخلفه عقليا يلا يعني حد ينزل يعني انا ما اعرفش اسوق اصلا فوق الميه بس تحت الميه مات والله من هو اللي بس كده يا محمد يا ابني يلا خدها من الحته المكسوره دي شايف يلا ما تاخدهاش بالجنب خدها بوش ايه خدها بالوش على طول يا نمت تقول عايز تنط من فوق ولا من تحت في ايه يا عم لا بس انا ما رضيتش انط من فوق عشان خاطر توني ما يزعلش طب ماشي نط من تحت عشان توني كده مش هيزعل يلا ممكن يزعل على العجله بتاعته يلا بسم الله الرحمن الرحيم ادوس فرامل لو لقيت في سرعت يا عم يخلص ده انت خليها تسرع على قد ما تقدر جاهز يا كرامي قول لي جاهز لا قول لي جاهز بصوتك عشان انت عم تصور ارمس العجله فين؟ انت عارف الامر اللي انت بتعمله ده والضرب بقى في الميه ده بيتحور طلع اطلع بالعجله اطلع بالعجله اطلع بالعجله اطلع بالعجله اطلع معلش اطلع بالعجله مش عارف بسرعه بسرعه كده كده في اي حته هناك 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 قول له كنت اغسلها لك الله سريع سريع عادي الكوره بقى انت بتعمل ايه عادي الكوره بس عايش بقى يا نمر يلا اطلع نط من فوق يا ابني العم انا بعوم كده اصعب ده من غير ما اطلع ايدي لا على فكره بص هما الاثنين هو كده خسر ما نطش من فوق برضه بقول لك ايه يا مش يا احمد يا احمد خلينا نط بالعجله غلط على فكره احمد والله وعمل ايه المفروض يجي بيها ويطير بيها كلها طب يلا نعيد تاني انت بتعمل ايه يا ابني انت بتعمل ايه اطلع خلاص يا نمر يلا اطلع صح؟ اه ولا كان هيحصل لك حاجة اطلع يا باشا مخت احسن مش قادر جو متلج بقول لك ايه يا عم ما كنت جبت الكرة معاك شفت ما بالك بواحد زقك نطيت في نص البسين لو انت بقى نط من فوق كان ايه اللي هيحصل؟ توحشني والله بالطعم اللي انت لابسه الميه متلجه التحدي الجاي يا جماعه اتحدى انا ونمر اكرامي استنوا بقى عشان تعرفوا ايه التحدي اللي جاي مالو اكرامي يا باشا؟ عندي برد انت عارف طب اطلع هنعمل ايه في اكرامي؟ اقسم بالله تعال نفكر في التحدي طب انا عندي فكره عندي فكره حلوه نمره نمره ايه؟ انت لسه اكرامي هينام هتلج وانت كده كده ما بتعرفش تسوق هتسوق العربيه وتعدي من فوق اكرامي اعمل ايه؟
هتعدي من فوق اكرامي. حلو ده، يلا بينا نعمله. اقسم بالله يلا يلا بينا يا جماعه هنعمله دلوقتي على قناه اكرامي. يلا بينا.